السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعيني، وحشتوني. يا مرحب بيكم، مرحب بيكم في مطبخ خالة الشريف. حبايب قلبي منوريني جميعا. النهاردة هعمل معاكم بلح الشام. بلح الشام ده من الحلويات الشرقية، والكبار والصغار بيحبوه جدا، يعني كل الناس بتحبه. خفيف وحاجة سهلة كده، ومش هياخد منك حاجة، كل مقاديره في البيت، وما بياخدش في ايدك يعني ثواني، وتكوني عاملاه حاجة حلوة جميلة وتغيير بقى كده. يعني دايما احنا ايه لازم نغير، مرة كيك، مرة بلح الشام، مرة ايس كريم، مرة حاجات بقى ايه، يعني حاجات من دي كتير قوي. انتوا عارفين الولاد بيبقوا في اجازة، ودايما ايه انتوا بتعملوا لهم حاجة حلوة في الاجازة كتير. حطيت معايا كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، ليمونه، هعصر ليمونه، يبقى كوبايتين سكر للسيرب او الشربات، كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، ليمونه صغيره او نص ليمونه كبيره. معايا ميه بقى كوبايه وايه، كوبايه ونص ميه. حطيت كوبايه ونص ميه، انا خلاص حطيت السيرب على البوتاجاز، هحط كوبايه ونص ميه، وهحط عليهم معلقه سكر، وهحط عليهم دي معلقه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره، كوبايه سكر كبيره ومعلقه ملح صغيره. معايا 3 4 معالق زيت، يعني ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه زيت. هحطهم على النار، غلو معايا على النار، وجبتهم هحط الدقيق وارجع تاني اقلب على حطيت كوبايه دقيق. الميه دي مغليه يا جماعه، الميه دي غليتها على البوتاجاز وجبتها عشان احط عليها الدقيق. حطيت كوباية دقيق، كوباية ونص دقيق، ونص كوباية او معلقتين كبار نشا، معلقتين كبار نشا، وهقلب على في المية السخنة كده. المية دي كانت بتغلي، هقلب فيها الدقيق، طبعا المية كانت بتغلي، هيستوي فيها، وهكمل السوا، هرجعه تاني على البوتاجاز، هكمل ايه السوا بتاعه. بس انا ما بحبش اقلب الحاجة على البوتاجاز عشان سخونية البوتاجاز، بحب اقلبها كده على جنب. حطيت المية المغلية وعليها الزيت والسكر والملح، وبدأت ايه اقلب فيها كده، وهرجع احطها على البوتاجاز شوية تستوي كده. حطيتها على البوتاجاز تاني، وهقعد اقلب وانا ايه وهي على النار لغاية ما تستوي معايا. بتقعدي كده بتاع حوالي 5 دقايق تقلبي فيها شمال ويمين لغاية ما تستوي العجينة معاكي. لازم العجينة تستوي معانا، بقلبها شمال ويمين لغاية ما تبعد خالص، يعني اللي تتكون معاكي تبقى زي الكرة كده. لما تستوي هتلاقيها لمت معاكي، تلم معاكي، كل ما تلم معاكي يبقى هي كده استوت. شايفة كده بدأت تلم معايا ازاي؟ النار واطية اهي زي ما انت شايفة، انا بوريك النار، انا موطيها على الاخر، ما بسيبهاش عالية عشان ما تتحرقش العجينة منك، بتوطيها على الاخر وتقعدي تقلبي يعني براحتنا 5 دقايق او 6 دقايق كده. هسوي العجينه معايا على البوتاجاز، بصي بدات تخلع عن الحله خالص كده، ما بتلزقش في الحله كده، تعتبر كده استوت معايا العجينه. طالما ما بقتش تلزق في الحله يبقى استوت معايا، الاول كانت بتلزق، طول ما هي بتلزق يعني لسه ما استوتش. اول ما تفصل كده بين الحله هتلاقي كده استوت. ده بصي مش لازقه في الحله خالص، بقلبها شمال ويمين، مفيش ايه، مهاش لازقه ايه في الحل. اخدها بعد كده بعد ما هتستوي معايا 7 دقايق كده، 5 6 دقايق، 7 دقايق، اخدها واروح على الرخامه كده خلاص. بصي فصلت خالص اهي، وبقت العجينه مستويه معايا وزي الفل. بألف هنا والشفا حبايب قلبي. بلح الشام سهل قوي قوي قوي، من الحاجات اللي حلويات الشرقيه السهله جدا، يعني في 5 دقايق تعملي دي عندك، والبيضتين عندك، يعني مفيش حاجه هنجيبها ايه من بوز الزيت عندك. بصي العجينه بقت زي الفل اهي معايا، اخدها على الرخامه بره وهسيبها تبرد معايا، لازم تبرد خالص عشان احط البيض عليها وهي بارده. بصي العجينه عامله زي الملبن، احط اول بيضه وعليها ايه شويه فانيليا، اول بيضه وعليها شويه الفانيليا عشان ايه زفاره البيض، وهبدا اقلب لما البيضه تخش في العجينه. طبعا هي هتقطع معاكي وهتفصل معاكي، لكن هتلم تاني وهترجع عجينه لينه وجميله وزي الملبن تاني. بس اول ما بتحط البيض بتفصل معاكي شويه،
بصي بدأت اهي، حطيت البيضة التانية وهحط برضو نقطة فانيليا وابدأ اقلب فيها لغاية ما العجينة تشرب البيضتين كويس. بعجن فيها حبة بتاع كمان 7 دقايق. بصي كده شربت كمان البيضة التانية وبقت العجينة معايا لينة وجميلة. هبدأ ايه الم فيها، هتتلم معايا. بصي بقسمها كورتين، كورة هحطها جوه الكيس وبدهن العجينة من بره زيت عشان ما تلزقش في الكيس، بدهن العجينة زيت عشان ما تلزقش في الكيس. والكيس على فكرة انا عملت بيه نص المقدار وفي النص التاني لقيته اتفتح من قدام وعملت بالكيس القماش اللي عندي. بصي انا بقطع والزيت بارد، بقطع البلح الشام والزيت بارد، وبعدين اولع بقى واعلي عليه سنه، معليش قوي، بخلي النار هاديه، النار بتبقى هاديه عشان ما يتحمرش معاكي بسرعه وياخد لون بسرعه. بص النار واطيه مش عاليه. بسيبه على نار هاديه بيستوي براحته ولونه يبقى حلو وذهبي كده وجميل. بصي بدا ياخد لون شويه، هقلبه بقى. هو مقرمش خالص طبعا، معلقتين النشا ادوله قرمشه جامده قوي وجميل جدا. بدا يحمر معايا زي ما انت شايفه كده. صلوا على الحبيب المصطفى حبايب قلبي، عليه افضل الصلاه والسلام. اتحمر معايا بلح الشام، بسم الله ما شاء الله طالع تحفه جدا. بصي مقرمش خالص، بس انا شلت الصوت عشان كان في صوت قران معاه فشلته علشان ممنوع، يعني عشان حقوق الطبع والنشر. مقرمش خالص وعملته بالبتاع بس بالمعلقه، بس طبعا الصوت انا شلته. انا كنت عامله بلح الشام صغير، مني بلح الشام، وعامله صوابع كبيره، يعني عامله النوعين، عملت حبه من الصغير وحبه من الكبير. طبعا المقدار ده ربع كيلو دقيق، ده ربع كيلو دقيق، كوبايه ونص ربع كيلو دقيق. يعني المقدار ربع كيلو بيعمل لك ما شاء الله طبق كبير وفي منتهى الجمال، مش مكلف خالص. بيضتين وشويه دقيق هتعملي احلى بلح الشام. عايزه بلح الشام كبير زي ده كده اعملي، عايزه من الصغير الميني الصغير اعملي. انا عملت حبه وحبه عشان اللي عايز من ده ياخد واللي عايز من ده ياخد. ما تكتريش في مقدار الحاجة الحلوة اللي بتعمليها عشان ما تركنش وتنشف وتترمي. اعملي مقدار صغير كل يوم نوع، او كل يومين كده نوع، مقدار صغير يخلص على طول احسن حاجة. بصي دي ميني 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 بلح الشام، واحدة صغننة اهي، انا عملت حبة صغننين عشان احفادنا اللي بيحبوا الصغير. دي تاني طاسة عملتها بلح الشام مقرمش وجميل واحلى من الجاهز كمان. شايفه بلح الشام والنقشه طالعه فيه، التضليعه في منتهى الجمال، وميني بلح الشام وصوابع بلح الشام في منتهى الجمال. هوريكي دلوقتي من جوه عامل ازاي. بصي هفتح لك واحده مقرمش خالص، بصي صوت القرمشه ما شاء الله، من جوه طري ومن بره مقرمش، حاجه كده تفتح النفس وطعم جميل جميل جميل. وممكن نحشيه كمان شوكولاته، يعني لو عندك شوكولاته ممكن تحشيه في الفتحه اللي من جوه دي، احشيه شوكولاته بيضه بني اي مربى، ممكن تحشيه حاجات كتيره قوي. طعمه حلو وجميل وشكله يشهي. بالف هنا والشفا حبايب قلبي وفي رعاية الله، ومع السلامة ونورتوني، ومتنسوش اللايكات.
ان شاء الله هيعجبكم بلح الشام، جربوه، مقادير سهله جدا، مقدار صغير عامل طبق كبير. وبالف هنا وشفا حبايب قلبي خارج مصر، ومتشكره على تعليقاتكم الجميله وفي رعايه الله.